السلام عليكم، كيف الحال؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه اخرى جديده. عندي لكم جوج اطباق ديال المقبلات، الاطباق المرافقه للاطباق الرئيسيه. الطبق الاول غنبداو بالوصفه الاولى. عندي فيها المقادير ديال عندي الباذنجان اللي سبق اللي قطعته على هذا الشكل كما ترون، ثم عندي القزبور والبقدونس، عندي القليل من الحامض او الليمون المرقد، الحامض المصير مقطع قطع صغيرة، والقليل من الثوم المفروم، عندي التوابل الملح، الكمون، بابريكا، والإبزار أو الفلفل الأسود، والزنجبيل، وعندي كذلك زيت الزيتون. طريقة التحضير الآن، سوف نأخذ هذا الطبق اللي فيه القزبور والبقدونس، نضيف إليه زيت الزيتون مقدار 4 ملاعق كبار، نضيف التوابل، القليل من الليمون أو الحامض المصير، القليل من الثوم المفروم على حسب الذوق، ثم أبدأ بإدخال هذه التتبيلة إلى الباذنجان مع إضافة القليل من الماء كما ترون. هذا هو الباذنجان بعد ما وضعنا له شرمولة أو التتبيلة ديالو. الآن غنوضعه في طنجرة ضغط صغيرة، سبق لي وضعت فيها شوية ديال زيت الزيتون، نضعه هكذا، نضيف له نصف كأس من الماء وأضعه فوق نار، يعني نار هادئة أو متوسطة لمدة 10 دقائق. أما بالنسبة للوصفة الثانية أو الطبق الثاني، المقبلات الثانية، عندي هنا لوبيا فاصوليا مسلوقة، سلقتها مع الملح، الماء والملح، وعندي زيتون مقطع، زيتون أخضر مقطع على هذا الشكل، عندي قزبور معدنوس، قليل من الحامض أو الليمون مقطع قطع صغيرة، عندي قليل من الثوم المفروم. بالنسبة للتوابل، هناك بابريكا، فلفل أسود، والكمون. الملح لم أضع لأنني سبق لي أن وضعته مع الفاصوليا، واحتاج كذلك الى زيت الزيتون. طريقة، سوف نضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة ونضعها على النار، فوق نار هادئة وضعت مقلاة فيها القليل من زيت الزيتون، نضيف اليها القزبور والمعدنوس والبقدونس، نضيف الثوم قليل فقط، الليمون الحامض، التوابل، وحرك جميع المكونات. أضيف الفاصوليا المسلوقة، اللوبيا المسلوقة، نحركه شوية على هذا الشكل، ثم أتركها 5 دقائق. نزيد الزيتون المقطع، الزيتون الأخضر المقطع، نحرك، صافي دابا يمكن نطفي عليها النار. هادو هما المقبلات ديالي، غنوريهم لكم من بعد مرافقتهم. يعني الغدا ديالي عبارة عن طاجين لهذا اليوم، طاجين ديجا سبق لي صوبته معكم في واحد الفيديو سابق، اليوم صوبت معاه يعني كأطباق مرافقة هاد الفاصوليا والباذنجان. سوف أريكم يعني النتيجة النهائية. بعد الانتهاء، هذا هو الشكل النهائي، وهذا هو يعني الشكل النهائي ديال الأطباق ديالنا. هذا هو الطبق ديال الفاصوليا اللي وجدت دابا معكم، دابا هذا الطبق ديال الباذنجان، هذا هو الشكل ديالو، جرائي جدا
طيب مزيان يعني، ولا لينا هشيش بزاف زوين. هذه اطباق يعني جانبيه رافقتها مع هذا الطاجين هذا اللي كتشوفوا، هذا هو الغداء ديالنا لهذا اليوم، طاجين ومقبلات، وهذا الخبز صنع منزلي. فيديو اخر ان شاء الله غادي نوريكم فيديو اخر باش كيفاش كنصايب الخبز، كيفاش كنعجن الخبز ديال الدار. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الخير، وبالصحه والراحه، وشكرا بزاف. كنتمنى تشتركوا عندي في القناه اللي باقي ما اشتركش، والى فيديو اخر ان شاء الله.